مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء الروحانية. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل والهدايا. ما زلنا نتكلم عن الروحانية. شهر أبريل على وشك يخلص الشهر يا جماعة. أول شيء الناس اللي ما عيدنا عليهم نبغى نقول لهم كل عام وانتم بخير. إن شاء الله انبسطتوا في العيد واستمتعتوا، كانت أجواء جميلة. طيب الشيء الثاني برضو أبغى أقول لكل عملائنا اللي برضو ما شافوا البوست أو ما حضروا معنا يوم العيد، عندنا عيدية لكم اللي هي مافيا الروحانية، موجودة في الموقع. إذا عندك أي مشكلة في التسجيل تواصل مع خدمة العملاء. طيب الشيء الثالث، سوري تأخرت عليكم لأنه الفستان اللي كنت بلبسه طلع ضيق. Oh my god، مفاجأة، أول مرة تصير لي هذه الحركة، شعور غريب. شعور غريب بلبس الفستان ما تسكر. أو واو. طيب فسوري. طيب وش بعد بقول لكم؟ أيوة عندنا فيلم الشهر، ما ناقشنا فيلم الشهر، طبعا كان رمضان وبعدين صار العيد، فما يعني ما حسيت ان الوقت مناسب، فأحس إنه الآن كذا يعني رجعنا شوية للأجواء ونقدر نناقش الفيلم. فبكرة إن شاء الله راح نناقش الفيلم، أوكي؟ اللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم الليلة، بكرة الصباح كذا يعني، بكرة راح نناقش الفيلم على سناب، أوكي؟ والفيلم صراحة جميل، كل التعليقات اللي وصلتني عن الفيلم يعني بالإجماع صراحة، والله ما شفت ولا تعليق يعني سلبي عن الفيلم. كل اللي حضروا الفيلم يعني يقولوا إنه كان جميل ومفيد وملامس ومؤثر وواقعي وكذا. فبليز شوف الفيلم، أوكي؟ شفته تقول لك ميلا أصبح فيلمي المفضل، أصبح فيلمها المفضل، أوكي؟ طيب واللي ما حط نية يحط نية الروحانية، ليش لا؟ أسمراني thank you. اللي ما حط نية الروحانية يحط النية، باقي لنا كم يوم بس، ليش لا؟ باقي لنا تقريبا أسبوع، ممكن تتحقق الكثير وتحصل الكثير من الأشياء خلال هذه الفترة. بصراحة أنا النية عجبتني صراحة إلى الآن نتائج جيدة يعني. واللي ما حط خلفية الجوال يحط خلفية الجوال، طيب موجودة في حسابي على تويتر. والفيلم يلا عندكم فرصة تشوفونه اليوم عشان نبغى نناقش الفيلم بكرة، أوكي؟ وعندنا على الموقع 10 مواد تتكلم عن الروحانية، لا الحين صارت 11 تتكلم عن الروحانية. إذا كنت حطيت النية، كنت مهتم إنك تعمق نيتك، إنك توسع إدراكك لهذا الموضوع، عندنا نداء الروح، عقود الروح، عمر الروح، رسالة الروح أو رسائل الأرواح، قصة الروح، وعندنا أسرة الروح، وعندنا رمضان ريكونكت والصيام، وعندنا أعتقد استفادوا منها أكثر اللي حضرها في رمضان، وعندنا الجوع الروحي، مواقيت الروح، والآن عندنا مافيا الروحانية اللي راح نتكلم عنها اليوم، موجودة برضو في الموقع، حتى غير العملاء يستطيع أنهم يشترونها، وعملائنا ستصلهم بشكل مجاني. وإذا عندك أي مشكلة زي ما قلت لك تواصل مع خدمة العملاء يساعدونك. إيش أستفيد من الفيلم؟ أنتي شوفي. Thank you أسمراني. أنتي شوفي أول، شوفي وبعدين إحنا نطلع الفوائد سوا. ما في فيلم ما شفناه ما طلع فيه فوائد. طيب خلونا نتكلم. الفيلم موجود في حسابي على تويتر، خلفية الجوال موجودة في حسابي على تويتر.
نتكلم شوية عن مافيا الروحانية، بعدين نبغى نركز على هذا الموضوع، نبغى ناخذ أسئلة على هذا الموضوع. يعني يا رب أمان وسلام للسودان يا رب، نحط كلنا النوايا إن الله يعني يفرجها عليهم ويهدي النفوس، يهدي النفوس يا رب ويحفظهم. انتبهوا لأنفسكم، انتبهوا لأنفسكم، الله يحفظكم. طيب اوكي، نتكلم شوي عن ما في الروحانية وبعدين ناخذ اسئلة نركز على نفس الموضوع. اوكي، على فكرة الموضوع يهمنا كلنا بما انه احنا موجودين في هذا الطريق، فالموضوع مهم. لا تعتقد ان الموضوع مو مهم بالنسبة لك، لا تعتقد انك انت مستثنى، لا تعتقد انك مستثنى. حتى لو تصورت انك انت مركز منتبه، ترى دائما تتجدد القصص، تتجدد، والمافيات يطورون من أنفسهم. ها، اللي زمان كانوا يسرقون النشالين كذا، اللي يسرقون من الحقيبة ولا كذا، الحين تطوروا من أنفسهم، صار يسرق كذا أونلاين، يسرق بطرق يعني متطورة. حتى ما في الروحانية ترى هم يعني يسوون على طول يعني أبديت لشغلهم. فلا تعتقد انك انت يعني خلاص انت فهمت 1 2 3، لا لا لا، طوال الوقت في تغييرات الجو. مافيا الروحانية هي بالضبط مثل لما نقول مافيا المال، مافيا الحالة المادية. هم اشخاص قد يكون كافراد او مجموعات يستهدفون انهم هم يسرقونك او يتلاعبون فيك أو يعني يشوشون عليك، وطبعاً لأهداف مختلفة. قد تكون الأهداف مادية، قد تكون أهداف جنسية، قد تكون أهداف دينية فكرية، قد تكون أهداف سياسية، قد تكون أهداف حزبية، قد تكون أهداف لأجل سلطة، قد كل شيء يعني اللي تتصور واللي ما تتصور. أوكي، فزي ما عندنا شخص يعني نصاب قرصان أو مافيا في الفلوس والمادة وكذا، في برضو قرصان وواحد نصاب ومافيا في الجانب الروحاني. وطبعا لما يكون في شخص قرصان المادي يحتاج إنه كثير يفكر، كثير يجتهد، كثير يخطط. أوكي، مافيا الروحانية أسهل. السراقين حقين أو النصابين حقين المافيا الروحانية هما يعني أغبى بكثير من المافيا المادية. والسبب إنه الأشخاص اللي موجودين في هذا الطريق قد يكون بعضهم يعني يتنازلون عن حدودهم بسبب ثقتهم أو بسبب مرورهم بظروف صعبة. يعني تخيل معي شخص يمر بصدمة، الآن هو مصدوم، أوكي، داخل معانا الآن هو مصدوم، يعني يمر بشيء يعني مؤلم شوية، عقله يطير خلاص، يعني يحس إنه باقي شوية ويسوي إكزت من الحياة. فأنت تقول خذ سو كذا افعل، على طول رح يفعل. أي اقتراح تعطيه، أي اقتراح مهما كان الاقتراح مسيء، قد يقوم بهذا الفعل. ذلك مرات الأشخاص يمرون بظروف كثير صعبة، ويأتي شخص متلاعب، نصاب، مضطرب نفسيا، عنده مشاكل عقلية، مرات يستغل هذا الضعف ويستغل هذا الظرف ويستغل الطريق، ويستغل مرات أيضا ثقة الأشخاص اللي موجودين في هذا الطريق، ويتلاعب فيهم أو يستغل شيء من أشيائهم أو شيء حولهم. طبعاً خلني أقول لك إنه الجو الروحاني صار كثير مغري. ليه؟ لأنه ممكن واحد يشتهر بسرعة، ممكن واحد يحصل فلوس بدل ما هي قاعدة وممددة في السرير. ليش ما تقرأ قراءة روحانية؟ مين يعرف؟ مين سيقول انت غلط؟
مين سيكتشف؟ تقول لهم انتم ما عندكم سالفه، انا الملك هو اللي قال لي. مين بيشوف الملك؟ مين بيعرف؟ مين بيتاكد؟ مين بيصحح الموضوع؟ ولا احد. ولا احد. ولو احد قال شيء، في واحد في القاع راح يقول لا حرام عليكم، لا لا مو صحيح هذا الكلام. فالطريق هيض اذا صحت التسميه، الناس اللي مسدحين في السرير كذا ويحسون انه الجو يعني ايش، يعني ام بطيخ الروحانيه، يعني واي نوت، صح ولا لا؟ واي نوت، واي نوت ام بطيخ الروحانيه، افتح لك اكاونت في تويتر، افتح لك اكاونت في كذا، ويلا يلا في جمهور سيتقبل منك ايا كان، اي جنون تقوله، اي بطيخه تطلعها، في جمهور سيتلقف ذلك، لانه ايش؟ لانه في جمهور في القاع، فبالتالي في جمهور سيتقبل هذا الشيء. فتجي ام بطيخه الروحانيه تفتح لها اكاونت، بسم الله الرحمن الرحيم، توها بادي الموضوع، هي على بالها بتجد مقاومة، بتجد يعني موضوع صعب، بتجد ناس يعني يقولون لها يعني يا عمي انت وين؟ على اي اساس تاخذين المبلغ هذا؟ مين قال لك المعلومة هذه؟ لا تحسب يعني هي يعني محتاطة، لا تكتشف انه كله ماشي، كله ماشي، اوكي كله ماشي. يلا اقرأ لك قراءة، اسوي لك اختار يمين ولا يسار، اختار اي شكل من اشكال الروحانية، اوكي والموضوع ماشي. طيب بعدين لما تكلمين ام بطيخ الروحانية هذه اللي فتحت لها اكاونت في تويتر، وهي مددة على السرير بعد ما كانت سيدة فاشلة وضايعة، وكانت يعني ما لها يعني ما لها اي قيمة ولا لها اي، صارت نجمة مهمة في السوشيال ميديا. صارت نجمة مهمة في السوشيال ميديا. أوه نجمة كثير مهمة، كثير مهمة الحين أم بطيخ الروحانية هذه، نجمة كثير مهمة في السوشيال ميديا، كثير مهمة هذه النجمة، مؤثرة مؤثرة مؤثرة، ها إنفلونسر، أوكي. صار عندها زحمة مواعيد، ولا تحس تقدرين تحصلين مواعيد إلا يعني بعد 10 شهور، يمكن بعد 10 شهور تحصلي موعد عندها، يمكن ما تحصلي موعد، أنتي وحظك عاد، أنتي وحظك. وبعدين ممكن هذه أم بطيخ الروحانية هي تقرر كل مستقبلك، أوكي هي تقرر كل مستقبلك، هي تقول لك بيجي العريس، بيجي العريس، جاي ما عليك، جاي لا 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 شفته طليت يعني على المستقبل، شفته متأكدة بيجي أبو 5 نجوم هذا، عريس الغفلة، بيجي. وممكن أنتي أصلا تكون جائعة روحيا للجزء الآخر، تركضين صار لك سنوات، لا بيجي العريس، ما عليك، بس أنتي سوي المديتيشن هذا وقولي كذا ورددي الكلمة الفلانية وكذا، وما عليك كله يضبط. طبعا اذا ما ضبط الموضوع، ما لو رجعتي قلت لي ما ضبط الموضوع، تقولي المستقبل يعني استني المستقبل، ما ادري عن القصه يعني وش تصير. او الاحتمال الاخر انه هي تبني لك الفكره، تبني لك فكره المستقبل، يعني تقول لك انه في المستقبل بيصير كذا، وبناء عليه انت تجذبين هذا المستقبل، لانه انت قررتي انه انت تحطين هذا أو تركزين وعيك على هذه القصة، فتتجلى أكثر، لأنه الاحتمالات كلها متوفرة، الاحتمالات كلها متوفرة. وهكذا يعني تصير أم بطيخ الروحية هذه الروحانية، يعني هي اللي تقود وعيك، وهي اللي تحدد لك مستقبلك، وهي اللي توريك الحقيقة، وهي اللي يعني تقرأ لك الحياة وتقول لك الصح، وهذا هو، وهذا غلط، ويمين روح يمين روح يسار، تفكيرك صح تفكيرك غلط، وحتى هي تعطيك المذهب الديني اللي تمشين عليه، هي يعني تقول لك يعني وفقا للمذهب الدين الفلاني انت تمشين على نفس الخط، او الدين الفلاني تمشين على نفس الخط.
هذا نموذج مثلا. ليش؟ انه ام بطيخ هذه هي شافت الجو، شافت ما في اي احد زيرو احد بيقول لها ليش انت شو قاعده تسوين، ما في اي احد. واذا اي احد قال اي شيء يقولك يا عمي هذا شيء انتم ما تفهمون هذا شيء، يعني هي عندها ملك، ما حد يعني يقدر يقول شيء. اذا انتم ما عندكم ملائكه، هي عندها ملائكه في كتفها، هي مضبطة الموضوع مع الملك اللي معها، انتم ما عندكم ملائكه، فما تقدرون يعني تقولون عليها شيء. هي غير، هي جايه من البعد الخامس، هي غير، هي الملك معاها يعني شخصيا، فما حد يقدر يقول عليها شيء، لان يعني هي فاهمة، وانتم كلكم على قدكم متواضعين، ما تقدرون يعني تفهمون القدرات اللي عندها والامكانيات اللي عندها. وبعدين تجي واحدة ثانية تشوفه مبطيخ، تقول اوه واو، شوفي مبطيخ ايش سوت، ماني اقل منها، اتس اوكي، اضرب كذا واشوف كذا واطلع على كذا واطلع على المستقبل، وش اللي يمنع. فتوالدت من ام بطيخ هذه الروحانية، توالد منها كذا بطيخات كثار، اوكي، رجالا ونساء يعني من كل الاشكال والالوان، وصار فيه يعني مافيا روحانية، صار فيه مافيا في كل طريق تلقاه، في كل يعني كل الاشكال والالوان والطرق، يعني في كل شيء تلقاه، في قراءة مستقبل، في التشافي، في الـ في الـ في الـ في الـ الماضي، في اللحظة الحالية، في كل شيء، كل المجالات تلقى، إلى أنك تلقى الناس اللي يتلاعبون بطاقتك، الناس اللي يدخلونك في الحيط، الناس اللي يلبسونك نظارة وردية، الناس اللي يعني يضللونك، الناس اللي يخوفونك، كل الأشكال والألوان موجودة. طيب خلونا نبغى ناخذ أسئلة على موضوع المافيا ونشوف وين ممكن نقدر نروح. خلوني أقول لكم قصة. مرة واحد يقول إن عنده ملائكة، إن عنده يعني خوي ملك كذا، وإن هو بيعطي يعني تعليمات من هذا الموضوع. المهم طبعا شو اسمه، حطيت أنا إيميل. طبعا الشخص هذا اعتقد والله اعلم انه هندي، يمكن يكون هندي، ماني متاكده، في موقع من المواقع، فيقول لك حط ايميلك وكذا. حطيت الايميل، ارسل رساله من الملك يقول لي يعني صباح الخير، انه الملك يقول لك كذا كذا كذا، ما ادري ايه، اوكي بلاش فور فري، شوف بعد المافيا وين توصل. اقول لك عشان كذا هم دائما يسوون ابديت يعني ويحدثون من طرقهم، فتحسب الموضوع اوكي رساله وكذا. بعدها قال انه يعني انت محتاج انك تدفع يعني عشان يستمر الملك يعطيك الرسائل. طبعا ما كنت مهتمه بالموضوع، فما سددت، ما دفعت. تدرون وش الرسائل اللي بعدها صارت تجي؟ رسائل موحشه. يقولك ترى مدري هو اسرافيل، نسيت والله من هو اللي مرسل الرساله، يعني ملك كذا يقولك ترى يقولك ترى في كارما قادمه وبشده يعني شدة يعني، وانا ودي اعطيك النصيحة اللي تساعدك في هذه المصيبة الجاية، بس الله يخليك سدد. او ماي جاد، يعني لو في شخص يخاف، لو في شخص يعني ممكن هو جوا عقدة، يمكن لو انا ترى كنت في القاع، يمكن يعني مشيت مع الموضوع وصدقت، يعني رسالة كذا ويقولك ترى، ولا ويحدد يقول اليوم يوم الاثنين القادم، ولاحظ بعد 5 أيام سيكون هناك تغيرات في الطاقة، عرفت يعني لما يعطيك أرقام وكذا تحس أنك شوي ولا تصدق. سيكون هناك عقدة وبعدها سيحل الظلام، وأنه الملك حريص أنك أنت تمر بسلام في خلالها، وهكذا. فأقول لك هم إيش يحدثون من الطرق، لا تحسب أن الطرق بس هي أم بطيخ. أم بطيخ طريقتها بدائية، أم بطيخ فتح أكاونت في تويتر، تستقبل هذا وحوالات بسيطة، ويعني وتقفل وتفتح وكذا،
هي مع نفسها لا لا هذا سيستم كامل هذا هي يعني اكيد يعني شركه قائمه كذا ترسل والموقع فيه صور الملائكه وكذا يعني مستوى اخر. طيب نبدا الروح عقود الارواح اها تقول لكم بطيخ مو بقليله إيه بس أم بطيخ يعني تلعب على مستوى يمكن محلي على مستوى اللي يعني غير هالسيستم وبعدين إيش يمشونك خطوة خطوة يعطونك رسالة رسالتين فور فري بعدين خوفك بعدين يعطيك يعني مستوى. سارة حبيبتي تقول هل ممكن يتعرض الكل لغسيل دماغ في آن واحد أم هي بفترات متقطعة ومتتالية كيف نطلع من غسيل الدماغ؟ أنا ما فهمت قصدك إن تعرض. طبعا تكلمت في مافيا الروحانية عن غسيل الدماغ واستعرضت بعض الدراسات اللي تحدثت عن إلى أي درجة يمكن غسيل دماغ الإنسان وهل ممكن يطلع من الموضوع ولا لا وإيش الدواعي ومين الشخص المؤهل لغسيل الدماغ ولا لا. لذلك سارة أقترح عليك إنك أنت تحضرينها اللي كنتي من عملائنا المفروض أنها توصلك مجانا. هل قصدك أنه مثلا كل البشر يتعرضون لغسيل دماغ؟ شوفي هو طوال الوقت في أحد يحاول طوال الوقت في محاولات بس أنا ما أعتقد أنه أحد قدر يسوي يعني تحديد الكل تحديد الكل وضبطها يعني ما أعتقد أحد قدر يسويها لا أعتقد لا أظن لا ما أعتقد أنه ما أعتقد انه من بداية التاريخ يعني او من بداية كون البشر في هذه الارض ما اعتقد ان احد قدر يسوي تحديد الكل ويسوي لهم غسيل دماغ ما اظن. ها تصوري ممكن احد عنده تصور ثاني لكني ما اظن. شوفوا ترى الانسان بطبيعته يعني او خلنا نقول البشر كمجموعة بطبيعتهم على الاقل في الفترة اللي حنا موجودين فيها الجسد الفكري متضخم فهم ناقدين ترى يعني بمجموعهم صعب مجموعهم تحديد كلهم يعني يدخلون في القصة. هذا إذا كان كلهم. تقول لك أنه يتعرض في آن واحد بفترات متقطعة ومتتالية أنه الشخص ممكن يتعرض لغسيل دماغ مثلا بعدين يطلع بعدين يتعرض لغسيل دماغ ثاني بعدين يطلع ممكن بذلك تكون في علاقة مظلمة تطلعين منها تستلمكم بطيخ. تخيلة انت في علاقة مظلمة مطفية عليك اللمبة يعني ضيعتها والريموت مو معاك وما تشوفين شي في الحياة مرة ضيع وكل اللي حولك بصراحة ضايعين يعني تشوفين خواتك تشوفين اهلك تبغين احد يعني كله ضيع فانت بتطلعين نفسك من هالقصة دورين كذا تلقين أكاونت أم بطيخ الروحانية هذه فتنتقلين من ظلام إلى ظلام يعني من غسيل دماغ إلى غسيل دماغ آخر طريقة أخرى. وتكلمت عن هذا الموضوع في المافيا الروحانية إنه الأشخاص لما يعيشون في تطرف غالبا يحتاجون تطرف آخر عشان يطلعوا من التطرف الأول هذا يورطهم. وتلاحظون حتى في المجال الروحاني تلاحظون إنه في كثير نوع من ال خلنا نقول محاولة لإنهاء أو قلب الصفحة على الغسيل الأول إذا صحت التسمية. فيصير الأشخاص مع إنه الشخص المفروض يقول خلاص أنا فهمت الدرس المفروض الشخص يقول خلاص يعني ما بعد هذه ما حد يقدر يدخلني غسيل دماغ مرة ثانية. ومع ذلك ممكن الشخص ينغسل دماغه مرة ثانية زي المتدين جدا لما يلحد ايه بالضبط هذه التطرفات اللي اقصدها. طيب خلوني اشوف تيك توك حبايبي انتم. طيب حطيت نية الروحانية وجاني عرض اشتراك كورس فتح العين الثالثة وزيادة الروحانية هل هو متعلق بالنية؟ عرض يا جماعة عرض
كيف نفرق ما بين أم بطيخ وبين غيرها من النافعين والنافعات؟ أبغاك تحضرين ما في الروحانية. في أشياء أساسية، في أشياء رئيسية لازم إحنا نحطها في البال. أول شيء الموضوع الجنسي واستغلال الجنسي، هذا مهم وخصوصا للمرأة. تكلم للمرأة ليش؟ إنه المرأة مرت بظروف كثير صعبة، مهما كانت الظروف اللي عشتي فيها جميلة ورائعة، تظل قصة المرأة العربية قصة فيها يعني في عمقها وعبر التاريخ، ترى مو بس حتى العربية، لكن لأننا نتكلم في هذه الدائرة. فقد يكون موضوع الاستغلال الجنسي موضوع يجب أن يكون حاضر دائما في وشفنا كثير من المدارس الروحانية فيها تلاعب بموضوع الجنس. حاضر، هذا التلاعب حاضر موجود. يعني قصة انه يعني انه الموضوع هو هي قصة روحانية ولا هي قصة جنسية، تصير هالقصص التافهة. هذا شيء مهم. الشيء الثاني، انا اميل لفكرة انه لازم الشخص يكون حقيقي واضح، اميل لهذا الشيء. ما اقول انه كل شخص خفي نصاب وكذاب، لا، في أشخاص خفيين قد يكون فعلا روحانيين وحقيقيين، لكن كل ما كان الشخص حقيقي ظهر باسمه الحقيقي بشكل الحقيقي، كل ما كان هو محاسب على كل شيء يسويه، ما يقدر يفر، ما يقدر يلف. لكن أم بطيخ هذه يعني إذا أخذت فلوسك ولا لخبطتك ولا سوت لك مصيبة، ما تلقينها، ما تدرين هي وين، ما تدرين هي مين. برضو هذه إشارة، ما أقول إنه دائماً الاسم الخفي، لا، أقول هذه إشارة يعني نحطها في البال، نحطها في الاعتبار. يعني أيضاً أحد الاعتبارات المهمة أنا أعتقد إنه أو خلينا بلاش نتكلم عن هذا الموضوع. شوفي، في مافيا الروحانية تكلمت عن المال، تكلمت عن الجنس، تكلمت عن التطرف والمدارس المتطرفة، تكلمنا عن غسيل الدماغ. أبغى أقول لك شيء كثير مهم، بعض المدارس برضو اللي هي مدارس تتلاعب بمشاعرك سواء الإيجابية أو السلبية، لا تنسين ترى كل اثنين. في ناس يعتقدون إنه أو واو هذا شخص سلبي، أو واو هذا شخص إيجابي، سو كيوت، سو رائع. ترى كلهم نفس الخلطة. يعني اللي يعيشك في بابل كذا، يعني في صندوق وردي، نفس الضياع اللي يعيشك في الصندوق الأسود، نفس الموضوع، نفس القصة، كله هذا زيف. يعني هذا بشكل عام. بعد نية الروحانية كثرة أحلامك ليه صحوني أتكلم صوت مرتفع في الحلم. أوكي، تطور جميل. أنا عميلة بس ما جتني مجانية. لا، المفروض تجيك مجانية. كنت بس في خطأ أنتي سويتيه مثلا في هذه، تابعي مع خدمة العملاء. طيب. هل ما في الروحانية تعني إنه إحنا راح نكون روحانيين في المستقبل زي قراصنة المال؟ ما أعرف إيش قصدك في المستقبل، أنا أتكلم عن اللحظة الحالية، اللحظة الحاضرة. المستقبل قد يتصحح الواقع، بس إحنا في لحظة فيها كثير من فيها سلطة كثيرة. يعني محمد يقول القانون لا يحمي المغفلين، هل القانون سيحمي الضحايا مافيا الروحانية؟ مرات ومرات، مو زي ما قلت لك أنا مثلاً إنه أنت تتعامل مع أم بطيخ هي مين؟ وين اللوكيشن حقها هي؟ يعني هي مين؟ مو لما أنت يعني يكون عندك خلاف مع شخص تبغى تحاسب هذا الشخص، أو شخص أخطأ عليك تبغى تحاسب هذا الشخص، فهذا الشخص مو ظاهر، مو معروف، فبالتالي أنت مغفل انك انت تعاملت مع شخص
مو موثوق كتعامل تجاري، مو موثوق. هذه بعد نقطة. لكن مرات لا، مرات الشخص إذا كان عنده الشجاعة الكافية يقدر يحاسب الأشخاص اللي أخطأوا عليه. إذا عنده الشجاعة الكافية يقدر يحاسبه. سمر حبيبتي يقول مرة رحت أشتري بخور، صاحب المحل قال لي حسيت عليك شيء، تبكين بدون سبب ويدك ورجلك يبردون. قلت نعم، يبغى يبيع لي موية رقية وسدر. أمي فكرتها بلاش، أخذتها وقالت لا يجعلها في ميزان حسناتك. لا يا ماما بفلوس. عايشة حبيبتي تقول هل تعرضتي لغسيل دماغ؟ نعم، مرتين تعرضت لغسيل دماغ. أوه ماي جاد، كلهم كانوا قاسيات. و مرتين وكلهم كانوا مؤلمات قاسيات. وبقصص، وكلهم طلعت منهم بخسائر. نزفت كثير، خسرت الأشخاص اللي كانوا في القصة. يعني قصص حتى يمكن ما أقدر أذكرها الآن وما أقدر أحكيها، لكن أعتبر نفسي أني أعرف بالضبط وش يصير في عمليات غسيل الدماغ. والعمليتين اللي تعرضت لهم في مجالات مختلفة، مو كلها في مجال واحدة وفي قصة واحدة. تقول تعرضت لغسيل دماغ من أهلي. مو هلكم بيربونك على شيء اللي هم مؤمنين فيه يعني. وبصراحة إنه في كل مرة أنت تتذكر، لما تلف كده وتتذكر نفسك وأنت في الموقف، تقول إيش الغباء، إيش هالسذاجة، إيش هالتخلف، إيش ليش. معقولة يعني ما ولعت عندي شوية لمبة؟ وأنت وسط الموضوع يجيك لمبة مرات، بس إنك أنت تتجاهل اللمبة، تقول لا ممكن شيء، ممكن يعني عقلك كثير يضللك عن انك انت تطلع نفسك. وصار عندي يعني نوع من الاحتياط، صار عندي انتباه كثير لبعض العلامات عند الاشخاص اللي عندهم رغبة في انهم يسيطرون عليك، او رغبة في انهم يستلمون الريموت كنترول. صرت انتبه لهم على طول، يعني مجرد ما اشوفه عنده علامات، عنده العلامه فلانيه تدل على اننا ناوي او لديه الرغبه لذلك. شوف، في قدره وفي رغبه. انا بسبب خبرتي عندي القدره اني اسوي غسيل، بس ما عندي الرغبه اني اسوي غسيل دماغ. عندي القدره، أعرف شو اللي تسوى، لأني مريت بكل الظروف، كل القصص. فيبين عندك الشخص اللي عنده الرغبة أنه يعيش هذه القصة، أنه يمسك ريموت كنترول، يقفل اللمبة عليك ويعيش قصة معينة. أي خبرة تخليني أعرف أم بطيخ. رفيف حبيبتي تقول تعرضت لتجربة سيئة مع مافيا الروحانية، كنت على الحياد ثم رجعت بطريقتي وبحذر شديد، لكني أرفض أي طريق روحاني على شكل مجموعات، هل يجب أن أنظف أم قراري صحيح؟ والله أنا معك، وسبق أني قلتها أكثر مرة، أنا لا ما أحب المجموعات ولا أنضم للمجموعات ولا أؤيد المجموعات ولا أشوف أنها طريقة صحيحة للتطور الروحاني. هاي وجهة نظري. في ناس يحسون أن المجموعة تشجعهم، المجموعة تساعدهم، المجموعة تسوي لهم يعني. أنا أعتقد إنه الأشخاص اللي يميلون لفكرة المجموعة هم قد بعد تراني يعني أتصور إنهم عندهم، قد يكون عندهم خزانات فاضية، وهم محتاجين إنهم يحولون ما عندهم أحد
يعني ممكن يكون بديل يعبي هذه الخزانات، هم مو قادرين يعبونها. بالتالي احسن خيار ان احنا نضم المجموعه والمجموعه تعبي لنا الخزان. ومع الوقت لما المجموعه تعبي لك الخزان، تعرف الشخص لما يكون له فضل عليك ما تقدر انت يعني تطلع على المجموعه وتشد على المجموعة، يكون الموضوع انك تسلك وتعدي. فجاه تلقى نفسك وسط عمليه غسيل دماغ انت ما دريت عنها، ما انتبهت للموضوع. فعشان كذا انا اميل الى انه انت يعني اذا فعلا انت تبغى تطور ذاتك، تبغى تتطور روحانيا، انا اميل الى انه انت في طريق مفرد، انت ترى لحالك، ترى مو مع احد. وبالعكس الطريق المفرد يكشف نفسك، يكشفك لنفسك على حقيقتك. انت تبغى تكتشف الحقيقه بنفسك، تبغى تواجه الحقيقه، ما تبغى تكون برضو مخدوع، وان كانت ما هي بالضروره خدعه، لكن مخدوع بمجموع حولك. ممكن الشخص اللي توهم بادين مثلا يبغون اوكي يسوون تأمل مع بعض، ماشي بعدين خلاص. فاطمة حبيبتي تقول تعرضت الى ما في الروحانية معلومات كلها تخوف، جن وسحر، اعتبرها من علامات، ما رأيك؟ والله شوفي يا فاطمة، أنا تعبت يعني، وأنا يعني أصغر من هالجني تعبت يعني، بس ما تقدرين يعني. هو شوفي الموضوع برضو يعني مثلا ممكن أحد يحضر عندي، تذكرين إحنا في رمضان سوينا بعض موضوعات عادية جدا، الناس يقول خفت، هي ليش خايفة؟ ليش خايفة؟ موضوع عادي يعني، موضوعات الحياة ما نقدر نستثنين، موضوعات الحياة، جني، سحر، حسد، موضوعات عادية من موضوعات الحياة ما نقدر نقطعها من الحياة ونلبسك نظارة وردية ولا تناظرينها. في فرق. بس في فرق لما أقول لك انتبه الجن، ترى في تهديد الجني، لا هذه قصة أخرى. ومع ذلك على قد ما أنا أضغط الجني وأخليه سنون كذا وصغير، وحاول يعني حاول يعني مرات بطريقة مضحكة، مرات بطريقة لطيفة، مرات، بس يظلون الناس يعني مرة يعني مرعوبين من هذه القصص في الحياة، مرعوبين. فبالتالي ما هي المشكلة مشكلة الجني؟ شو الجني؟ أنا أحسه نفس الصرصور، شفت الصرصور إذا دخل بين بنات حتى هو يقول أنا وش أنا الصرصور لما يدخل كذا بين بنات صرخ، أنا أتخيل الصرصور يقول وش السالفة، وش فيه، مين فيه، حتى هو يسأل يقول مين فيه، مين اللي حاضر، يعني شكل الموضوع أكبر يعني، لا يتصور أنه هو عنده هالحجم يعني اللي موجود. فزعونك تفزيع، تقول وش السالفة، وله صرصور يعني، واحدة عاقلة تدعسه وتنتهي القصة. نفس الشيء كذا الجني، يعني كذا الجني له مرة 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 له مقام، مرة يعني مرة مقام قوي جدا عند البشر يعني مرة يعني. فمرات يعني أنا أشوفه مرات نتكلم بشكل عادي، ما المقصد إن نخوف أحد ولا المقصد، ومع ذلك ألقى أحد يقول أنا خفت، أنا ارتبكت، أنا ما أدري إيش. أنا أعرف إنه هو مو طبيعي، أعرف إنه هذا الشخص هو يعني هو ولا يناسب ذلك، يناسب مدرسة لبس نظارة وردية، وأنا أعتبر النظارة الوردية زيف، أنا أعتبر إنه عادي الجني شيء من أشياء الحياة لازم ينحط على الطاولة ويتناقش عادي، ما المفروض يكون شيء مرعب ولا عادي، موضوع عادي. السحر، الجني، الحسد، موضوعات عادية تنحط على الطاولة عادي، الجني مثل الصرصور كذا يعني عادي، الموت، الموت مثل الحياة عادي، موضوع يتحط على الطاولة ويتناقش على الطاولة، موضوع حاضر، ما نقدر نغمض عيوننا، ما نقدر نلبس نظارة وردية، ما نقدر يعني خلاص نلبس نظارة وردية والمواضيع هذه ما نتكلم عنها ولا نجيب طاري، خلاص احنا ايجابيين، ما نقدر. فالسؤال هل انت خايفة فلما احد
يتكلم عن الجن ولا يتكلم عن السحر تحسين انه واو شو اللي صار، في شيء يعني في 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 قصه تلاعب، ما في تلاعب، هذا شيء موجوده، احنا حد مو موضوعته، هذه اشياء موجوده. او انه فعلا في اشخاص هم يخوفونك في انه هم بيسوون سحر، يقومون بالسحر، بيجيبون الجني، بيحطون الجني، بيودون الجني، بيعلمونك الحسد بكذا، انت محسوده، انت مخترقه، انت كذا. هذا موضوع ثاني، هاي قصه ثانيه، هاي قصه ثانيه. انا لا اؤمن انه، او يعني شفتي سالفه السدر اللي تو، السدر، قصه السدر اللي تو، الشخص اللي بيقول لشخص، الشخص اللي بيقول لشخص واحد بعينه، اوكي، لشخص واحد بعينه يقول انت فيك عين وتحتاج السدر اللي عندي، هذه انا اعتبرها ما فيها. بس والله يحدث على الناس يقول والله ترى في ناس عندهم الاعراض الفلانيه المفروض ينتبهون، وترى في سدر، ماشي، معقول. واذا خفتي ما المفروض انك تخافين، هو ما تكلم، ما قصدك، ما تكلمك، هو يتكلم عن ناس عندهم هذه الاعراض وعندهم كذا، ومتوفر الخدمه ومتوفر الحل عنده. ففي فرق، في ناس هم بطبيعتهم خوافين فيبدون يتوهمون الاشياء، وفي ناس يميلون للمدارس الزيف اللي تحطك في الصندوق الوردي. لا 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 اؤمن بهذا ايضا، بس ما هي علامة يعني. إذا حد بيتكلم عن الجن والسحر ما أعتبر إنها علامة. تقولك تعرضت لها من شخص روحاني مشهور وأغلب متابعينه يمجدونه، الحمد لله تشفيت وتركته، أسأل الله أن ينتبهون بكل سلام وأمان. إيه مثلا يجي هذا السؤال، مثلا أنت بالنسبة لك إنه أنت تعرضتي لهذا الألم من هذا الشخص. الآن نجي على سؤال محمد قبل شوي، إنه القانون لا يحمي المغفلين، ولا أنت مثلا قضيتي الآن مثلا سنة تتشافين من هذه القصة، يعني إيش موقفك؟ هل ممكن طبيب النفسي يكون ما في روحانية؟ إذا كان على خط روحاني، إذا كان هو ماسك خط روحاني، ممكن يقوم بهذا الدور. أما إذا كان لا، فقد يكون ما في أطباء. يعني اكيد في اطباء متلاعبين، مش صادقين، مش مخلصين، نصابين، يعني يقنعونك بالمرض عشان بيبيعون الدواء. اكيد في طبيب نصاب، في طبيب صادق يعطيك الدواء لما انت تحتاجه وكذا، ففي فرق. سحب طاقي للعريس، سحب طاقي للعريس، هذا ايش سحب طاقي للعريس؟ هذا بيطلقونه ولا بيجيبونه؟ ما الذي يجعل الإنسان يتجاهل اللمبة؟ هل اضطرار والحاجة فقط؟ آي خلونا مسلوب الإرادة. Oh my god مسلوب الإرادة، أوكي، جديدة هذه علي. ما أنا قلت لكم ترى تصير تحديثات وانت ما تدري. سحب طاقي العريس تصير تحديثات، يصير مسلوب الإرادة. بس هي وش تبغى بالرجل مسلوب الإرادة؟ طيب إيش اللي يجعل الإنسان يتجاهل اللمبة وهو يعني يتعرض لغسيل الدماغ، ممكن تجي لمبة ويتجاهلها؟ هل الاضطرار والحاجة فقط؟ لا، مرات الشيء شوفي، وهذه ترى كثير مربكة في العقل، انه انت الشيء اللي تعرفه هو اللي تطمئن له، الشيء اللي تعرفه في الجسد الفكري هو اللي تطمئن له في الجسد المشاعري، والشخص اللي تعرفه في الجسد الفكري هو اللي تطمئن له في الجسد المشاعري. فتتصور انه شخص ثاني، فكرة ثانية، مكان ثاني، اي شيء ثاني، كأنك يعني كذا في صندوقك الوردي، أي شيء ثاني هو أسوأ أو هو أخطر أو هو أردى من الواقع اللي أنت فيه. هذا يخليك أنك أنت مرات تقبل أو تكمل في عملية غسيل الدماغ هذه، والعقل يحتله الأسبق إليه. طيب
هل لايف كوتش ما في روحانية؟ لأن دائما يحاولون يقولون عنا نشتري منهم جلسات. لا، مثل البقالة، راعي البقالة فاتح ويقول لك عندي خبز اشتر مني خبز، إذا كنت محتاج خبز اشتر مني خبز. مثل المستشفى يقول لك إذا أنت مريض تعال عالج عندنا. It's okay. بس في علامات اللي يقول لك إنه أنت شفتي مثلا قبل شوي مثلا سالفة الملك يقول لك أوه واو ترى عندك مصيبة وكذا، عشان كذا أنت لازم تأخذ أو مثلا أنت معيونة فعندي سر. فهذه هي، وبعدها تشوفين السعر، هل السعر معقول مو معقول مقارنة بالسوق، يعني هل الموضوع معقول ولا مش معقول. إذا كان السعر معقول وإذا كان الشخص هو ما 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 لخبطك، ما لخبط معتقدك، ما لخبط الأشياء اللي أنت خلنا نقول المراسي اللي أنت تؤمنين فيها، بالخيار أنت يعني ممكن أنك تشترين هذه الجلسة وتحسن من حياتك وتساعدك أنك أنت تشوفين الأمور بطريقة مختلفة وتطورين من نفسك. ممكن ما تستفيدين عادي، يعني زي لما تروحين للسوبر ماركت ممكن تشترين الجبنة وتاكلينها وممكن ما تاكلينها. كيف نتوافق مع ترددات حب من فكر الناس؟ هل كل روحاني وصل حب؟ ممكن جواب عميق. شوفي أبغى أقول شيء مهم، الروحانية طريق أوكي، في النهاية موضوع الحب موضوع تقديري، حتى الروحانية نفسها تقديرية. يعني ما تقدرين تقولين أوه واو هذا الشخص روحانيته أكثر من هذا الشخص، أو أوه واو هذا الشخص عنده الحب أكثر من هذا الشخص. الشيء المهم، الشيء المهم الادعاء، الادعاء غير مقبول، الادعاء غير مقبول. يعني شخص يدعي انه هو روحاني او هو يعيش قصة الحب، بالنسبة لي هذا ادعاء اوكي، لان في الغالب هو يعني وش المصلحة من انه انت تبغى تبلغ الناس انه انت في هذه المرحلة وانه انت مستنير وانه انت على قوت واحدنا رسول أو أنا المهدي أو أوكي، وش الفكرة يعني؟ وش تبغى الناس يؤمنون فيك؟ تبغى الناس يعني يعطونك نجمة إضافية؟ تبغى الناس يعني يعطونك قداسة معينة؟ وش الفكرة؟ وش الفكرة إنه إحنا يعني ليش أنت تحط نفسك في هذا الإطار إنه أنت روحاني، إنه أنت يعني مستنير، إنه يعني وش المقصود؟ مقصود نعطيك نجوم؟ شو المقصود؟ شو المقصود؟ فهذا بالنسبة لي تعطي إشارة ما هي مريحة، ما هي مريحة هذه الإشارة. الشيء الثاني، لا تنسين أبدا 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 إنه المبتدئين في الطريق يحتاجون إلى إنهم يسوون شو في الحب. طبعا كله هو مو حب، يسوون شو كبير كبير جدا في الحب، والحب والإيجابية وكذا ليه؟ لأنهم مو قادرين يمرون من خلال الظلام، مو قادرين يمرون من خلال الظلام. الظلام المفروض نتعامل معه بشكل عادي مثل النور. ما أقصد إن ما يكون عندنا هذا الخوف وهذا الارتباك في تداول الظلام، عادي. الجني موجود على الطاولة نتناقش فيه، الموت موجود على الطاولة، السحر موجود على الطاولة نتناقش فيه، it's okay. القصة السلبية اللي نعيشها موجودة، الماضي الزفت اللي مريتي فيه موجود على الطاولة نتناقش فيه، it's okay. هوشتك في العلاقات تحطينها على الطاولة تناقشينها، it's okay. ما عندنا خوف من الظلام ورعب من الظلام وتطرف ضد الظلام، وما عندنا يعني نوع من انه احنا ما نقدر نمر من خلال الظلام. لا، نحط الهوشة على الطاولة ونناقشها، it's okay. نحط الماضي على الطاولة ونفتفت الماضي، عادي. ما نتجاهل، ما نتخبى. فالطرق اللي يستخدمها كثير من الأشخاص اللي يكونوا مبتدئين في الروحانية، إنهم كثير يعني
لدرجة إنك تشك مرات بنفسك تقول يعني هم عايشين في بابل وردي، هم في صندوق وردي، هم وين عايشين؟ هم وين عايشين؟ يعني ما عندهم حياة، ما عندهم مشكلات، ما عندهم أزمات، ما عندهم شيء صعب، ما عندهم شيء معقد، ما عندهم هدف ما تحقق، ما عندهم جحش عندهم متضاربين معه، ما عندهم تيس متهاوشين مع. فتقول يعني هم وش فيهم؟ هم خايفين من الظلام، هم خايفين من الظلام. لكن برضو ما المفروض تنخدع من قصة الحب لما تلقى حد يعني يعيشك في قصة وردية تقول هذا يا سلام عليه، تروح تحس ان الدنيا بخير وان كل شيء تمام وانه الناس كلها بكرة بتكون الله، كل الناس لطيفة وكل الناس حبيبة وكل الناس، بس انت ايش يعني؟ اهدأ وريح وخلاص كل شيء بيصير تمام، كل شيء تمام، بس انت يعني ايش حط النية وخلاص، خلاص كله بيكون تمام خلاص، وتعيش في الصندوق الوردي، تعيش. وطبعا هذول في الغالب يحبون يصيروا مجموعات، ترى لاحظ ترى كلها علامات مبتدئين يحبون يصيروا مجموعات لانه ما عندهم خزانات، فقاعدين يعبون من بعض الخزانات، يعيشون قصة واو، قصة وردية جدا، وردية وردية ومرة لماعة، مرة وردية. طب وبعدين؟ ترى هذا مو الحب، هذا هم قاعدين يعني يصلحون، يعبون خزاناتهم، يصلحون بعض الأشياء كذا، بس هذا خوف، خوف من أنهم هم يعني يمرون من خلال الظلام ويعرفون الظلام وكذا. فتذكري هذا الشيء. عموما القصة المهمة اللي لازم تذكرينها أنه أنت ما تقدرين تعيشين قصة شخص آخر، أوكي؟ يعني إذا فيه افترضنا روحاني موجود ما تقدرين تعيشين قصته، انت تحتاجين تصلين. اذا في شخص عايش قصة حب ما تقدرين تعيشين قصته، انت لازم تصلين للحب. فركزي على هذا الموضوع اكثر، لا تركزين على انه انا ببحث عن الروحاني، ببحث عن الشخص اللي وصل للحب، ببحث عن الشخص المستنير. تبحثي عن نفسك، قصتك هي المهمة. ابحثي عن انه انت تصلين للنقطة اللي انت تبغينها، تبغينها نقطة الحب، إذا تبغين تصلين نقطة روحانية معينة، أنت اللي المفروض تهتمين بهذه القصة. نأخذ آخر سؤال. أحس أني اضطربت بشكل متعب جدا. إيه ارجعي للقصة، وش القصة اللي دخلتك في هذا الاضطراب؟ متى بدأت قصة الاضطراب هذه؟ تسوي نفسها مبسوطة في حياتها. ترى كل اثنين، كل اثنين كلهم مضيعين. إذا أحد بيسوي نفسه مبسوط ويمثل القصة المثالية، أو في المقابل إذا أحد بيسوي إنه هو ضحية وهو يعني عايش في مصيبة وكذا، نفس القصة. هل حقيقة لما تقرأ أوراد في تكرار معين يفرق بقراءة عشوائية؟ يعني مدارس وطرق. نور حبيبتي تقول هل عدم اتباع القديس هي طريقة جيدة لتجنب ما في الروحانية؟ ممكن فكرة، لكن في نفس الوقت برضو تكلمت عن هذا الموضوع في ما في الروحانية، إنه في شخص يقدر يوصل نقطة عميقة فيك ما يقدر لها شخص ثاني. يعني في شخص يقدر يعني يضوي لمبة ما يقدر شخص ثاني يضويها، فهذا يخليك تفكر انه قد يكون هناك عقد روحاني، عقد روحاني كمعلم. والمعلم مثل ما كتبت اليوم فيه، المعلم ما المفروض انه يؤذيك، ما المفروض انه يعاقبك، ما المفروض انه يدخلك في 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 يعني عقد مؤلم، ولا هو مطلوب منه انه يونسك ويحبك ويسوي لك يعني بهرجة ولا صندوق وردي. ما هذا دور المعلم. ذكرت في ما في الروحانية بعض سمات المعلم اللي قد يكون معلم لك، انه هو يشبك معك، يعني تحس انك تقدر تلقط منه، تقدر تفهم منه، تقدر تتصل مع طاقته، فبالتالي تؤثر على طاقتك.
هو في شخص ما تقدر تتصل معاه مع أنه جيد، قد يكون معلم لأشخاص آخرين جيد، يعني مريت في حياتي كثير معلمين بس ما أعتبرهم معلمين بالنسبة لي أنهم هم غيروني. أنا بالنسبة لي إيكارتولي غيرني، غيرني. أحس لما يتكلم أحس إنه يعني جزء مني كذا، أحس أفكر نفس التفكير نفس الطريقة، فأحس إنه أحس إني أقدر أتصل معاه، أقدر أتصل معاه، أقدر أفهم بالضبط وأقدر ألتقط منه. بس في كثير معلمين جيدين بس أنا ما قدرت أتأثر فيهم، ما قدرت أتأثر فيهم. وأعتقد أن هذا مهم، هذا معتبر، يعني أنك أنت تعرف مين الشخص اللي يقدر يعني يحرك شيء فيك، أنه فعلا يقدر يغير شيء فيك. لكن أرجع وأقول أنه هو معلم، ما المفروض أنه هو يكون عنده دور ثاني، تداخلت الأدوار، صار في لخبط، صار الموضوع مو مضبوط. وتكلمت أكثر عن الموضوع في مافيا الروحانية. نور أقترح عليك تحضرين المافيا الروحانية. وخلينا بعد نتذكر أنه خصوصا في بداية الطريق مرات صعب أنك أنت يعني ما تسمع الشخص معين، مرات صعب، لكن لما تنضج أحسن أنك أنت تكون خلاص زي ما نقول تختار من هنا تختار من هنا تختار من هنا، تختار اللي يناسبك، تختار اللي يتفق معاك، اللي يناسب الكوليكشن كذا والتشكيلة والبناية اللي أنت سويتها في الحياة. بس في البداية أغلب الأشخاص صعب عليهم أنهم هم يسوون كوليكشن خاص فيهم، أغلب الأشخاص، خصوصا أنك تتكلم عن غالبية الأشخاص اللي يطرقون هذا الطريق هم أشخاص عندهم ظروف صعبة، يمرون بقيعان، يمرون بعلاقات صعبة، علاقات مظلمة، فصعب أنه الشخص يطلع من هذا القاع يعني كامل الخيارات، يحتاج أنه شوي شوية. طيب يا جماعة، طولت عليكم، إن شاء الله الأسبوع الجاي ألبس الفستان اللي كان ضيق علي. لازم نضبط الموضوع. أبغى أذكركم بقينا كم يوم، ما زال عندك وقت إذا تبغى تحط نية الروحانية وخلفية الجوال والفيلم. بليز شوفوا الفيلم بكرة، راح نناقش الفيلم على سناب، أوكي؟ مفروض أنكم تصيرون كلكم شفتوا الفيلم. الخلفية الجوال النية موجودة في حسابي على تويتر. عندنا 10 مواد موجودة على الموقع sumaya369.net، راح تغلق نهاية الشهر إن شاء الله. إذا كنت مهتم مستعد، عندك المال، عندك الوقت، عندك الرغبة، عندك الشغف أنك أنت تهتم أكثر أو تتعمق في موضوعات الروحانية، ممكن تحضر. أوكي، تصبحون على حب.